اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا على قناتي عالم جي جي. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله الرحمن الرحيم، ورمضان كريم بالصحه والسلامه وجميع المتمنيات ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله كي كتشوفوا معايا غنتقاسم معكم سلو بطريقه تاعي كي كنصوبو، كيجي زوين بزاف، كيجي لذيذ وصحي نوعا ما. وعلى بركة الله عندنا هنا يا المقادير نتاع سلو. كنحتاجو كيلو نتاع الدقيق اللي خديتو حمرتو ومن بعد غربلتو باش مبقاش فيه داك الحبيبات. عندي كيلو نتاع اللوز دخلتو الفران مسحتو مزيان بواحد المنديل اللي كيكون فازق ودخلتو الفران حمرتو كي كتشوفو معايا بالقشرة نتاعو. عندي كيلو نتاع الزنجلان حتى هو حمرتو بهذا الشكل في الفران على عافيه مهيله. هنا عندي 600 غرام تاع اللوز، هذا سلقته وحيدت له القشره وغادي نقليوه في الزيت. وهنا عندي كيلو تاع كاوكاو حتى هو حمرته وزولت له القشره نتاعو وغادي نطحنوه مزيان حتى يرجع لنا بحال الزبده باش غنخلطوا به سلو ان شاء الله. وكي كتشوفوا معايا هنا عندي واحد جوج معالق كبار ديال القرفه وجوج معالق كبار نتاع النافع البلدي، نطحنوا النافع البلدي. وعندي زيت الزيتون كاس نتاع زيت الزيتون اللي غادي نخلط به، وعندي العسل غادي ناخذ القياس باش نخلطو. يعني كيبقى لكم الاختيار، يا ديروا زيت الزيتون يا ديروا الزبده اولا، المهم اللي حبيتو نتوما. غادي ندوز نطحن النافع ونرجع معكم وعلى بركه الله. وها انا رجعت معكم بعد ما طحنت جميع العناصر مزيان. كي كتشوفوا معايا هذا كاوكاو، ها انا طحنته مزيان، او الفول السوداني طحنته مزيان يعني حتى كيرجع هكا على شكل براليني. كي كتشوفوا معايا راه طالق الزيت نتاعو، فبالتالي ما كنحتاجوش بزاف نتاع الزيت او الزبده نسلو، كيجينا صحي ومزيان انتما كي كتشوفوا معايا كيجي معلك. وهنا كذلك عندي الزنجلان، الزنجلان قسمته على 3 كيلو، يعني قسمته على 3. هذا عندي انا هنا درت الزنجلان البلدي، وكيبقى لكم الاختيار يعني ديروا كل واحد يدير داكشي اللي يبغي. هنايا على 3 كي قلت لكم، هذا علقته مزيان كي كتشوفوا معايا، ها هو جا معلق طالق اللي دام نتاعو. هذا